مجالس المحافظات ما راح تتحول إلى لوبيات. نعم. الجميع يعمل ضمن برنامج. أبو التربية يعمل في التربية، أبو الصحة يعمل على الصحة. هذا أقصد أنه هذه اليوم الإيجابيات اللي بمجالس المحافظات. العراق اليوم تطور، لم يعد كالسابق. سابقا كنا يعني مشاكل أمنية، اليوم إحنا أمام مشاكل خدمية. نعم. المواطن خرج وأدلى بصوته. أمامنا انتخابات مجالس نواب. نعم. مجالس المحافظات هي مهيئة لمجالس النواب، مهيئة نعم. أولا كمفوضية اليوم شافت شنو المشاكل السلاسة اليوم اللي جرت بها هذه الانتخابات، المشاكل اللي موجودة اليوم يحتاج أنه مو فقط نغوص بها، يحتاج أنه نراقبها. طيب. لذلك يحتاج إلى معالجة، إعادة الثقة وترميمها، الفجوة اللي حدثت بالانتخابات السابقة اليوم نعم. 41% مجالس المحافظات هي المعنية بشكل مباشر وبشكل رئيسي ورسمي بأنه تعالج الفجوة، ترفع من نسبة 41% لعلنا نصل إلى 80 81 85 90% المشاركة. هذا طموح جيد. نعم. اليوم الجميع يتكلم على هذا. أمامنا استحقاقات كثيرة وكبيرة. نعم. بمجالس المحافظات نحتاج إلى المعالجة حتى نصل فعلا إلى هذه الاستحقاقات ومعالجة المشاكل الموجودة. طيب.